ملحنة شعراء ببيت دبش، أهلنا قالوها قبل وقصتها ظل السالفة تتكرر بكل المواسم والفصول، والشاهد بيها أكو شيخ عشيرة بوحدة من القرى، عشيرته أكثرهم عظاما وفهمهم وعلمهم على قد بطونهم، والشيخ يوميا يجمعهم بمضيفة ويسولف لهم على أمجاد العشائر والشوخة، بلكت ينصلح حالهم. يقولون صاحبنا أموره المادية تعبانة وعنده ابن عام اسمه ملا حنش لعب الشيطان براسه وصار ينافسه على الشيخة، ويوميا جامع العشيرة العظامة ويذبح لهم بالحلال. الجماعة حلت بعيونهم السالفة، ومضيف حنش صار قعدتهم ونومتهم. وبيوم من الأيام إجا الشيخ صاحبنا للمضيف ولنا فارغ وبس القهوتشي موجود، صاح عليه تعال وين العشيرة؟ رد سيروا على ابن عمك ملا حنش. صاحبنا ركب فرسه وتلثم ونزل على مضيف ابن عمه هناك، وكان يجي ملا حنش وبعد الأكل والشرب قال لهم تعالوا اليوم أسولف لكم على الدين. يوم من الأيام النبي إبراهيم راح على النبي عيسى وبدربهم مرة وعلى الإمام. الشيخ بعد ما يتحمل وقام شمر الثامة وقال له ولك حنش سويت شو خبطتها خبط؟ اشجاب النبي إبراهيم على عيسى التفت عليه وقال له ودعت كل شي يعبر عليهم لأن همهم بس على بطونهم. فالشيخ رد عليه ما زال هيج أخذ الشيخة مني إلك لأن العرب الدبش ما يرهم لها غير ملا حنش. وهاي القصة اختصرت هواية كلمات تفسر حال العملية السياسية ومشاكلها والانسداد اللي احتل الصدارة بنشرات الأخبار وعواجل الفضائيات. صحيح التيار الصدري رفع شعار صوموا وتصحوا وربط الصيام عن الطعام والشراب بشهر رمضان بالاعتزال عن الحوارات والتفاهمات، لكن الإطار التنسيقي أطلق مدفع الإفطار قبل ثبوت الرؤية الشرعية وقياداتها يتقدمها زعيم دولة القانون الحاج نور المالكي. أعلنت ساعة الصفر لكسب الرهان ويا التيار الصدري بحوارات ويا القوى السياسية لإقناعها بمبادرته بإصلاح الأوضاع وإنهاء الانسداد. والمحطة الأولى صارت بلقاء جمع القيادات ويا الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، والاتفاق صار على الاستمرار بالحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية حتى تتشكل حكومة يشارك بها الجميع. وقبل ختام اللقاء الكلداني أعلنها بعبارات صريحة وقال مستمرون بتقريب وجهات النظر بين المختلفين، يعني يجوز بالأيام الجاية القوى السياسية يجمعها فطور مشترك ويا دار ما دخل الشر. هنا النائب عن دولة القانون محمد الزيادي كشف عن معلومة تقول الإطار سلم نسخة من المبادرة للقوى السياسية وينتظر الرد عليها، والسبب التحرك بمشاورات سريعة قبل موعد السادس من شهر نيسان الموعد الأخير قبل الخرق الدستوري، وختمها بتوضيح لاستراتيجية الإطار اللي تقول مشاركة الجميع بإدارة البلد باتفاق الإطار والتيار الصدري حتى لا يصير إشكال شرعي على الأحوط وجوباً، بس وعلى طريقة الغرقان يتشلب بقشاية. العصفورة نقلت معلومات تقول الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم عروض للاتحاد الوطني عنوانها مناصب وامتيازات بمقدمتها رئاسة الجمهورية تصير من حصة اليكتي حتى يغادر تحالفه ويا الإطار ويلتحق بجبهة التحالف الثلاثي، لكن الاتحاد الوطني رفض العروض وسلمها القيادات الإطار. هاي عرفناها، لكن اتصال رئيس الجمهورية برهم صالح بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأربعينية صيام التيار الصدري يراد لها تفسيرات تخلي النقاط على الحروف حتى نعرف التوجهات والتحركات لحل الخلافات اللي يجوز يصير بها وساطات تنهي العناد وتفتح باب الحوارات، لأن البوصلة بتحديد ملا حنش وبيت دبش تاهت علينا.